هذا الجزء من المسائي. الآن مشاهدين نأخذكم في هذه الجولة الإنسانية والرياضية والطريفة أيضا، وكورونا حول العالم. فقد تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد الأطفال وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقامت والدة الطفل جوزيف البالغ من العمر 6 سنوات بالتقاط مقطع فيديو له وهو يقول سأهزم كوفيد 19، كما عبر جوزيف عن شكره لكل من تضامن معه. متابع. Thank you for all the cards and the prayers and the gifts. And I'm a cystic fibrosis warrior and I beat COVID-19. وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي فرحة القابعين بالحجر الصحي في فندق المتحف شمال غربي غزة بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا جميعها سلبية، وأطلق المحجورون في الفندق مفرقعات نارية من شرفات غرفهم ورددوا التكبيرات بشكل جماعي فرحة بالنتيجة، وتداول ناشطون الفيديو على نطاق واسع إظهارا لفرحة المحجورين بخلو فحوصاتهم من إصابتهم بالفيروس. كل الأمنيات والتهاني كل متعافي من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض. نشرت جامعة بي بي تي اليابانية صوراً لحفل تخرج طلابها باستخدام روبوتات آلية بدلاً من حضور الطلاب بسبب الإجراءات المتبعة لمنع انتشار عدوى وباء كورونا. وظهر في الصور المنشورة على موقع الجامعة روبوتات آلية تحمل شاشات مثبتة على كل حدة ومتصلة بالإنترنت، حيث يستطيع كل طالب من منزله أن يشاهد رئيس الجامعة عند تكريمه. وتوضح الصور الروبوتات وهي تحمل شهادات تخرج الطلاب وتقوم بالحركة في قاعات الاحتفال. حرس اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على قضاء وقت ممتع خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، ونشر صلاح مقطعا مصورا له وهو يتدرب في حديقة منزله بمشاركة ابنته مكة. وظهر صلاح وهو يلعب مع مكة قبل أن يحملها لإتمام بعض تمارين اللياقة البدنية، وحظي الفيديو بتفاعل واسع وحصد نحو 1,700,000 مشاهدة على إنستغرام. تابعت أيضا للأخبار الطريفة لكورونا، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعجوزين وهما يتبادلان التحية كل يوم على الحدود الفاصلة بين ألمانيا والدنمارك بعد أن منعهما فيروس كورونا من اللقاء كما كان يفعلان من قبل. كانت إنجا راسموس ابنة 85 وهي من الدنمارك، وكريستين توخسين ابنة 89 من ألمانيا، قد بدأ في اللقاء كل يوم على الحدود الفاصلة بين البلدين، وذلك بعد أن فرض انتشار جائحة كورونا إغلاق الحدود بين البلدين في محاولة للسيطرة على انتشاره. مشاهدينا قبل أن نختم، كان زميلي أحمد طه قد بدأ المسائية تقريبا من ساعة ومن ساعتين، يعني تقريبا خلال الساعتين كان هناك تحدث عن عدد الإحصاءات فيما يخص التعافي، وتحدث عن تعافي أو ذكر رقماً هو 258,000 تم شفاؤهم. الآن وعبر الجزيرة مباشرة عبر شاشتنا تعافى 260,000
200 فرد، يعني بزيادة خلال ساعتين فقط 2200 شخص. هذه الإحصاءات يمكنكم متابعتها عبر شاشة الجزيرة مباشر. أيضا الشكر للزملاء الذين عربوا وقدموا هذه الأرقام والإحصاءات للمشاهدين، وفاجأوني أيضا أنا في منزلي بها اليوم. مشاهدينا، قبل أن نختم المساء نشكركم ونشكر زملائنا في الذين يداومون في مقر قناة الجزيرة مباشر ويعني معرضون للخطر، أشكرهم بشكل شخصي، وأيضا نشكركم من منازلنا إلى منازلكم. نراكم بإذن الله غدا وأنتم سالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.